خويا السلعه بطاطا غاليه دابا في هذه الوقيته هذه، كاينه المطربه دايره 4000 حتى 4200 وديال الميكا فيها تقريبا بين 30 حتى 32 كيلو، وكاينه المغسوله في العود راه دايره 3000 ريال دابا، هذيك تقريبا تطع على الخضار دابا مشيت يديها انا بشي 8 دراهم، غاليه شويه يعني خصو يبيعها على الاقل ب 9 10 دراهم. هاد المطربات يتم هنا ب 7 دراهم دابا، خصو يبيعها حتى هو ب 9 دراهم 8 دراهم 8 ونص حتى 9 دراهم، هذا الشيء اللي كاين دابا. السلعه غاليه من البلاصه ديالها، السلعه قليله ماشي زعما غير مخازنينها ولا شيء، دابا هي السلعه قليله في البلاصه ديالها، هذا هو يعني غاليه من البحيره ديالها. خاطر حتى دابا هما شارين تيشري البحيره تطيح عليه دابا ب 6 دراهم حتى 6 دراهم ونص في البحيره، يعني عاد تيزيدها الخدامه وتيزيدها، كاين شويه ديال الصير، هذا هو اللي تيخليه دابا بطاطا غاليه. دابا الاغلبيه تتجي دابا في هاد حاليا دابا تتجي من دكاله، هاد المطربه تتجي من دكاله هي اللي مولانا دابا، وكاينه هادي ديال الغابه هنا ديال طريق سيدي رحال دابا تتجي ولكن قليله ما كاينش فيها شي حاجه كثيره. دابا دكاله شويه كاين فيها الكثره شويه تتمول، اما هذيك ما غاديش تمول مراكش مثلا، هذا هو تيجي فيها تقريبا واحد 300 صندوق ولا 400 صندوق ماشي قد مراكش كامل، هادي تيجيو فيها على الاقل غتجي فيها تقريبا واحد 6 كاميوات ولا 7، يعني الا درنا 500 الكاميو غتكون واحد 3000 صندوق تدخل منها، هذا هو الا مع المازوط وداك الترونسبور هو تيتزاد، يعني كنت تجيب واحد الترونسبور دابا ولي تزيد تدوبل، هذا هو اللي خلى هذا الشيء غلا دابا حاليا. اش اللي جعلها تغلى واحد شويه؟ المياه الجوفيه هبطت بزاف، قله المطر ما كاينش، ساهم فيها النقل والمازوط غالي حتى هو الفلاح، وتيتفلحوا بزاف الفلاح على ديك البوطه، ديك البوطه ما بقاوش يديروا في هذيك الكميه اللي كانوا تيديروا فيها، كانت البوطه تضرب 6 سوايع دابا تضرب ساعتين الفلاح، والمهرب ما بقى سوق والو، هو حبسوا ما تفلحوش هذا العام، الفلاحه ما تفلحوش، ملي طلعت الاسعار ديال البطاطا بزاف راه تفلحوا بزاف واحد المنطقه انت تقول الغابه ولا ولاد زيان ودكوالا كاع الناس فلحوا بالعرايش، ان شاء الله من هنا يقرب يدخل رمضان ان شاء الله يخرج رمضان غتدخل البطاطا غادي تنزل حتى 50 درهم للصندوق 40 درهم غادي ترخص البطاطا ان شاء الله، هادشي اللي كاين، ومع الامطار اللي طاحت ان شاء الله راه ولا شويه الماء الناس تفلحات بزايد، هادي كل الخير ان شاء الله، ما يدخلوش كاع الناس لديك الدرجه، هادي كل الخير. ما بقاش البصله دابا قلات 9 دراهم 176 ريال باش مشارجين الناس اليوم، هادشي اللي كاين في السوق. شحال ديال الصندوق البلاستيك؟ شحال ديال البلاستيك؟ تيوقف 6000 ريال، وديال العود 3600 3400، فيه 17 كيلو 18 كيلو. البصله هاد العام هزوها الافارقة، خرجت على برا التصدير اللي خلاها هكا تقلال، دابا هنا دايره 10 دراهم، الخضار غادي يبيعها ب 12 ونص ولا 12، غادي فيها دي فيها 2 دراهم 2 دراهم ونص، حيت عنده عنده المصاريف تا هو، كاينه 12 ونص كاينه 12 كاينه 13 درهم على البعد. دابا المحاميد ماشي هي حي الصناعي، سيدي يوسف ماشي هو المحاميد، زايده شويه المصاريف، تجي دابا من العناصر من صفرو، عندك صفرو كيكو طريقي فران، ثلاثة البلايص اللي فيهم البصله دابا، والجوده كاينه في العناصر.